فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأرض التي يجعلها صاحبها وقفا من أجل أن يصرف المردود الذي يكون منها للقائمين على الضريح بما يسمونه ولي الله؟ هل يجوز لنا استخدامها علما بأنها لا تصرف للضريح ولا للأمور الشركية، وإنما هي بالأصل وقف لما ذكر؟ مقفون لما ذكر. لا، ما يجوز، ما تصرف للضريح. إذا استولى عليها أهل السنة يصرفونها في سبل الخير، لا يصرفونها للأضرحة، يصرفونها في السبل المشروعة إذا استولى عليها أهل السنة. نعم.